الغرباء ملوك لدى بدو الإمارات. تكريم الضيف تقليد بدوي عريق. البدويون في الإمارات العربية المتحدة يستقبلون الضيف لثلاثة أيام متتالية، حتى لو كان غريباً يقدمون له الطعام ويؤمنون له المسكن ويشاركونه عاداتهم اليومية. قبل مرور 72 ساعة لا يسأل البدويون ضيفهم عن هويته ولا عن سبب زيارته. لا مغالاة في إكرام الضيف وفق عاداتهم، لأن الأولوية له دوماً في هذا الجزء من العالم.